ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوف القناه بتاعتي، بليز ما تنسيش تشتركي. فاهم حاجه، تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. فيديو النهارده مختلف شويه، هوريكم كذا حاجه. هوريكم بنطلون تركي جينز جبته، هوريكم كمان كوتشي رخيص جدا 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 وتحفه جدا جبته، وكمان هوريكم شنطه المدرسه بتاعت اختي وهدوم المدرسه بتاعتها اسمها جمال الدين تقريبا، في بحري هنا في اسكندريه. هوريكم شكل اللبس الجديد، وهوريكم الشنطه الجامده اللي هي جابتها، وهوريكم الحاجات بتاعتي. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كده هوريها لكم وهي البنطلون التركي اللي عجبني جدا اللي انا جبته. طبعا عجبني، انا ما بجيبش حاجه لما تكون عجباني قوي، ساعات بجيب حاجه اللي هو يعني عجباني بس اللي هو مش لاقيه غيرها قدام مني، فاللي هو ايه. ده شكل البنطلون، انا كان نفسي في حاجه مقطعه من زمان وما جبتش حاجه مقطعه خالص. اهو ده كده شكله تمام. بعد كده هو مقطع كده ونازل التقطيع دي كده اهو. من ورا بقى في حاجه مميزه، متقطع حته من ورا كده يعني اهو، والجيوب بتاعته من ورا فيها كمان شويه خربيش كده بساط. لون البنطلون حلو جدا، عجبني بطريقه مش طبيعيه بجد. البنطلون ده كان عامل تقريبا 590 او 600 جنيه مش فاكره، والشحن طبعا 60 جنيه او 70 جنيه برده مش فاكره، فالتوتال بتاعه كان غالي شويتين تمام. ده اوحش حاجه بقى زي ما فهمتكم، الشحن هو اوحش حاجه في الموضوع يا جماعه، ما فهمتكم فيديو تاني يعني. البنطلون ده تركي، الماتريال بتاعته كويسه جدا جدا جدا. هسيب لكم لينك البيج اللي انا جبت منها البنطلون للي حابب ان هو يجيب نفس البنطلون اللي انا جبته. انا في بقى غلطه بغلطها، ان انا ما بسيبش صور الحاجه عشان اوريها لكم وانا بعمل الفيديو، عشان اللي مش عارف شكل البنطلون هو عموما كان او اللبس او الشكل بتاعه كده عموما يعني. فانا هحاول المره الجايه ان انا افضل محتفظه بالصور وكده عشان اوريها لكم تمام. الكوتشي بقى اللي انا عايزه اوريه لكم مفاجاه يعني، بسعره هايل. الكوتشي ده نزل ترند بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. بصوا هو كوتشي اصفر فابيض، هو اصلا اصفر. الكاب بتاعه شايفين شكله عامل ازاي؟ اورنج اصفر وفيروزي، اصلا شكله جامد جدا جدا جدا، وسعره رخيص يعني ولا حاجه، 250 جنيه يعني ولا حاجه حقيقي. شكله مميز وعجبني اول ما شفته كده، قلت لا لازم اجيبه لنفسي. كده كده انا كنت عايزه اجيب كوتشي اصفر، فبما اني اجيب كوتشي اصفر فاخترت ده يعني، هو الخيار الامثل ليا حقيقي. بس كده اهو، تعالوا بقى نشوف لبس المدرسة، شنطة المدرسة ولبس المدرسة بتاع أختي. هي دي شنطة المدرسة مبدئيا كده، اللون تحفة. تعالوا ندقق كده في التفاصيل بتاعة الشنطة. بصوا الشنطة كده عليها نجوم تمام اهي، ولونها اصلا خرافي رايق جدا. هي اصلا اختي بتحب الحاجات الرايقة، يا اختي داخلة ولا عادي. بصوا في طيارات كده، السوست عليها طيارات يعني سوست برضو مش تقليدية. هنا في، لا هنا تصدقنا، لا ده هنا السوستة دي اهي كده. السوستة دي طبعا كنا بنحط فيها سندوتشات يعني، اهم حاجة في الشنطة كلها. هنا ده كده بتحط فيه التليفون مثلا او الشاحن، بس طبعا هيتسرق يعني لو حطيته هنا. في سوستة، اول سوستة اللي هي دي اللي بنحط فيها الكراريس فاكرين طبعا اهو، لونها من جوه اسود بلاك حلو قوي. السوستة التانية الكبيرة اهي، بس عشان هي جديدة مش عايزة اتعبها يعني اهو. وفي طبعا اللي هي بتاعت الزمزمية دي او ازازة المية، وده الظهر بتاعها زي ما انتم شايفين، حلوة جدا جدا جدا. دي كده اسمها للي عايز يجيب زيها، هي تحفة وهتشيل على فكرة حاجات كتير، وشكلها جميل قوي، شكلها جميل جدا بجد.
حلو قوي 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 يعني. بس كده ده شكل الشنطه، حبيت اوريه لكم. تعالوا بقى اوريكم شكل اللبس بتاعها. اللبس والله العظيم يا جماعه، ده احنا زمان ما كناش بنلبس، عارفين اللي هو يعني ايه ده، ايه اللي احنا كنا بنعمله ده في نفسنا واحنا صغيرين. بصوا اهو ده شكل التي شيرت بتاعها، لونه لبني كده بس مش عارفه ظاهر في الكاميرا، لبني قوي زياده عن اللزوم. بصوا بقى الشيك، يعني هنا الاسودة لون والتيشيرت ذات نفسه لون تاني خالص، حاجه كده ايه، ايه الروعه والرقه والجمال ده في لبس المدرسه. من امتى الحاجات دي؟ كنا بنلبس احنا قميص مخرط، قميص اللي هو خطوط 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 دي، نبقى ماشيين كده خلاص عايزين نفرتك القميص، ولا مش عارفه لونه ايه، ولا اللي بيلبس زيتي، ولا اللي بيلبس بامبي ويبقى ولد كده مش لابس بامبي، حاجه يعني تهزيق اخر تهزيق. انما هم حاسين لبس المدرسه بتاعهم كتير قوي. بصوا يا جماعه حتى الزرار، بالله عليك، وكان بيعمل معانا كده الزرار متشيك اصلا، ايه الجمال ده، واللياقه لهو عليا عشان هي اللي عملت اللياقه كده مثلا، فاهمين اللي هو الدنيا ايه الشياكه والجمال ده. يلا ربنا يعوضنا بحياتنا بقى اللي احنا استحملناه. تمام ده كده التي شيرت. طبعا هي كان نفسها تلبس جيبه حاجه زي كده، انا مش عارفه مش متابعه والله، عارفين اختي من بعيد لبعيد يعني متضايقه منها. بقى يا جماعه حد ياخدها يديني بدل ما اروح. وده البنطلون، اشهر بنطلون على مر التاريخ، بنطلون جري، ده اللي احنا لبسناه في كل مراحل حياتنا. بصوا والله يا بناتي دي وحشتني جدا 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 يعني. هو ده شكله، يونيفورم تحفه والله يا جماعه، الطقم تحفه. ده كده مبدئيا. طبعا هي لسه ما جابتش حاجه المدرسه، اول ما تجيبها هصورها لكم على طول، عارفين يعني ما بسيبش حاجه غير لما اصورها لكم. ده كده شكل لبس المدرسه وشكل الشنطه وشكل البنطلون وشكل الكوتشي، شكل كل حاجه يعني. كنت حابه افرجها لكم النهارده، اتمنى بجد الفيديو ده يعجبكم، اتمنى تعملوا لي لايك وكومنت عسل برايكم، واللي عايزه اي فيديو عن اي حاجه تكتب لي تحت في الكومنتات وانا هعمله على طول. انتوا عارفين ان انا بسمع كلامكم يعني، اللي عاوز اي فيديو انا بعمله، مش عايزه حد يبقى نفسه في حاجه وانا ما اعملهاش. يا جماعه ساعدوني بقى وخلوا صحابكم يشتركوا في القناة عشان اوصل 10,000 مشترك في اسرع وقت. حلمي بجد ان انا اوصل 10,000 مشترك، حلمي ده هيبقى حقيقي بيكوا انتوا بس. بس زقوا معايا الدنيا، شجعوني، خلوا صحابكم يشتركوا، وان شاء الله انا هوصل في اقرب وقت. ما تنسوش بقى اللايك الحلو ودعوة حلوة ليا عشان الايام دي معايا يعني متكحرت على الاخر. يلا باي حلوين، واستنوني في فيديوهات جامدة جدا وكتيرة جدا وحلوة جدا الفترة الجاية. باي.